الرجل الذي بعده هو عبد الله بن رواحة ابن ثعلبة ابن امرئ القيس، يكنى أبا محمد. قال ابن الجوزي رحمه الله: أحد النقباء الاثني عشر، شهد العقبة مع السبعين، وبدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وعمرة القضية، شهد هذه كلها. قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن رواحة قال: الأمير السعيد الشهيد أبو عمرو الأنصاري الخزرجي البدري، أن قال النقيب الشاعر رضي الله عنه. طيب، استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوة بدر الموعد. بدر الموعد واعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان، وذلك في أيام أحد، في أيام أحد، طيب أي بعد غزوة أحد. وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية في ثلاثين إلى أسير ابن رزام اليهودي بخيبر فقتله، قتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه هذا الرجل اليهودي، وأرسله إلى خيبر خارصا. الخارص هو الذي يقدر ثمر النخل، يقدر الثمر. طيب، فلم يزل يخرص عليهم إلى أن قتل بمؤتة رضي الله عنه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، يغطي رأسه بجنوب بيده، وما في القوم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وما في القوم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، كانا صائمين، وأما بقية الناس فكانوا يعني مفطرين، ويباح للإنسان ويشرع له الفطر في السفر، أخرجاه أي البخاري ومسلم في الصحيحين. فانظر إلى حرص هذا الصحابي على هذه العبادة وهي عبادة الصوم، مع أن غيره كانوا حريصين أيضا، لكن مع هذا الوصف الذي فيه من الشدة ما فيه من الحر، ومع ذلك يصبر على الصوم. طيب، عن قيس عن عبد الله بن رواحة أنه بكى، أن عبد الله بن رواحة بكى أي ذات يوم، فبكت امرأته لما رأته يبكي بكت، فقال: ما يبكيك؟ قال لامرأته: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك بكيت فبكيت لبكائك. قال: إني أنبئت أني وارد ولم أنبأ أني صادر. رواه الإمام أحمد. أي زول يا جماعة، مؤمن في النهاية هو وارد، سيأتي عليه وقت وتقوم الساعة ويرد جسر جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، لكن لا يدري أهو صادر ناج أم أنه سيسقط شنو الصراط، وهذا يدل على خوفه من الله سبحانه وتعالى. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والزول يستعد للصراط. باختصار شديد جدا، ابن عثيمين رحمه الله قال: من استقام في الدنيا
استقام في الصراط. ومن أسرع في الطاعات في الدنيا أسرع في الصراط. بس باختصار شديد جدا، انت مشيت هنا عديل، هناك بتمشي عديل، انحرفت هنا، هناك بتنحرف بتقع في النار، لأن الصراط ده تحت النار. والدليل في سورة هود، قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا، أي لا تميلوا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. تميل لذيل وتناصر وكذا وكذا تبقى من الظالمين، هناك بتميل وبتقع في النار. فالزول يحرص كل الحرص على الاستقامة في هذه الحياة الدنيا، مهما كانت الشهوات ومهما كانت الفتن، يترك كل شيء يعوقه في طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى. طيب، الصحابي ده شجاع، شجاعة عجيبة. والصحابة ديل يا جماعة فيهم صفة، الواحد ما بيستقيم براو، تلقاه مؤثر شنو في الحول. وهذه الصفة نحن أحوج ما نكون إليها. أنت ما تكتفي بأنك أنت تكون مستقيم براك، يعني أنت عرفت الحق وسلكت طريق الحق وتمشي تلبد تزكو الساي، أنت تدعو شنو؟ تدعو غيرك. طيب، ويكون عندك مواقف في الدين ده وتكون مخلص، تكون مخلصا لله تعالى وشجاعا في دين الله ومجتهدا. طيب، قال عن عروة ابن الزبير رحمه الله ورضي الله عن أبيه قال: لما تجهز الناس وتهيأوا للخروج إلى مؤتة، دي غزوة عجيبة كان الناس فصلت فيها الكلام بطول. طيب، قال المسلمون: صبحكم الله ودفع عنكم، يعني دفع عنكم الشر، قال بعضهم لبعض. فقال عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الله مغفرة. شوف الكلام ده متين كيف وقوي كيف. قال: أنا مرقت من بيتي وداير حاجات معينة، لكنني أسأل الله مغفرة، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقول إذا مروا على جدثي أرشدك ربك من غاز وقد رشد. أنا داير الموت قال في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: ثم مضوا حتى نزلوا أرض الشام، فبلغهم أن هرقل قد نزل من أرض البلقاء في 100,000 من الروم. النازل ده ركاتلو 200,000، والصحابة عدد بسيط، وده ركاتلو 200,000. أول شيء في 100,000 جباه هرقل، وشوف الحصل بعد. قال: وانضمت إليه المستعربة من لخم وجذام وبلقين وبهراء في 100,000، يعني بقوا كم؟ صاروا 200,000. فأقاموا ليلتين ينظرون في أمرهم. صحابة قعدوا ليلتين. الصحابي ده عبد الله بن رواحة رضي الله عنه 3 يوم ما أكل في ليلتين، وشوف الحصل بعد شنو. قال: فأقاموا ليلتين ينظرون في أمرهم، بقوا يشاوروا، الناس الكتار ونحن شوية نقاتل ونتوكل، ونحن أصلا مرقنا دارين الشهادة أو النصر، نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ولا نرجع وكذا وكذا إلى آخره. طيب، فأقاموا ليلتين ينظرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا. ما قالوا نرجع نوريه ونجي، نكتب له، إن قال أمشوا نمشي، وإن قال أرجع شنو نرجع. ودي يا جماعة مواقف
مرات بتجيك مواقف داير الزول طوالي يكون عنده موقف إيجابي ويقول كلام ويقود الناس يمشوا قدام. وهنا كان موقف عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، قالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا. قال فشجع عبد الله بن رواحة الناس ثم قال والله يا قوم الذي تكرهون الذي خرجتم له تطلبون الشهادة. قال وما نقاتل الناس بعدة ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا لهذا الدين الذي أكرمنا الله به. نمرقنا للدين ونكاتل بالإيمان والله بينصرنا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله سبحانه وتعالى قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال لهم فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور انتصار وإما شهادة في سبيل الله تعالى. فقال الناس صدق والله ابن رواحة، فمضى الناس مما جنوا ذكروا طوال ذكروا ومشوا قدام. شو التوفيق ده؟ قالوا عن الحكم بن عبد السلام بن نعمان بن بشير رضي الله عن جديه نعمان وبشير الأنصاري أن جعفر بن أبي طالب حين قتل دعا الناس، الراية مسك واحد، قتل مسك جعفر، قتل بعد الناس قاموا شنو؟ قالوا يا عبد الله بن رواحة، بعد مقتل جعفر يا عبد الله بن رواحة، قالوا يا عبد الله بن رواحة يا عبد الله بن رواحة، وهو في جانب العسكر ومعه ضلع جمل ينهشه ولم يكن ذاق طعاما قبل ذلك بثلاث، ثلاثة يوم ما أكل. قام لقى له لحم تاع جمل وبقى شنو في جانب من العسكر بادي يأكل، يا دوب بادي يأكل وله ثلاثة شنو ليالي. لمن صاح له باسمه وسمع داري ما سيكون راية، قال فرمى بالضلع جدع شنو اللحم ثم قال وأنت مع الدنيا، يعني دي شنو دي دنيا التمش زاي. ثم تقدم فقاتل فأصيبت إصبعه، قطعوا شنو الأصبع بتاعه، فارتجز فجعل يقول. الزول طوالي بألف أبيات شعر وقتي وأبيات قوية متينة، أنا زول صادق. عشان كذي ابن الجوز الذهبي رحمه الله وصفه بأنه شاعر، وده شعر متين ما زي شعرنا نحن، ساري الليل للقرد قرش ما في قرش، وده جدع لحم قرض بتاع شنو هو لحم بتاع جمل، انت بتسافر له جيب لنا شنو لحم ابل وكان متوضيين بنعيده وناي والشطه كثيره، جدع اللحم ثلاثه يوم ما اكل ثلاثه ليالي، يقول لي انت دالب في القرض. طيب عائل للأصبع بتاعه قطعوه، قام مسك سيفه ويرتجز وماسك الراية والأصبع اتقطع، قال أنت هل أنت إلا إصبع دميتي، جاك دم وقطعوك، وفي سبيل الله ما لقيت يا نفس إلا تقتلي تموتي، يا يقتلوك يا بتموتي، هذا حياض الموت قد صليتي وصلتيه ودخلت فيه، وما تمنيت فقد لقيت انتفع لي فعلهما، الجبيل شالوا الراية وقتلوا، انتفع لي فعلهما هديت، الله هداك للخير، وإن تأخرت فقد شقيت، كمان كان الزول يتواق يعني تقاعس ورجع فإنه أصاب الشقاء إذا فر من الزحف. طيب ثم قال يا نفس إلى أي شيء تتوقين، أنت دائرة شنو يا نفس ما لك تكرهين الجنة، أقسم بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن، لتكرهن
فطالما قد كنت مطمئنة، زمان في الأيام العادية، هل أنت إلا نطفة في شنة قد أجلب الناس وشدوا الرنة. يعني الناس مرقوا للجهاد وكذا وكذا ويتامشي قدام ودي جنة. ولذلك قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم شنو؟ الجنة. ومن هؤلاء المؤمنين عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وديل الصحابة يا جماعة ناس شجعان، وناس الدنيا دي تركوها أرادوا ما عند الله تعالى، فقبح الله من طعن في نياتهم أو من طعن في ظواهرهم أو بواطنهم.